معاكم حلوة سريعة خالص وبسيطة. لو عندك 3 بواكي من البسكوت، اي نوع بسكوت انتي بتحبيه، تعالي اقولك هتعملي احلى حلوة في 10 دقايق وباقل التكاليف. يلا بينا ونقول بسم الله. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الاطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هنعمل حلوة سريعة وبسيطة ومش مكلفة خالص. لو ولادي كل شوية يقولوا لك عايزين حاجة حلوة، ما تشيليش هم خالص. هتجيبي 3 بواكي من البوريو او اي نوع بسكوت ولادك بيحبوه، 2 بواكي من النسكافيه، عندي مكعبين زبدة، معلقتين من النشا، 2 كوب من الحليب، وسكر على حسب الرغبة. يعني مفيش ابسط من كده ولا اسرع من كده. اول حاجة هنجيب البسكويت، اي نوع بسكويت، افتحه كده، عايزة بس الكريمة اللي جواه، هشيل الكريمة كده على جنب في طبق انا عاملة شوية اهو، اشيلهم كده على جنب واحدة واحدة كده. بعد ما اشيلهم كده هجيب بولاس صغيرة كده، احط فيها 2 كده بسكوت، ماشي وصلت الفكرة. هرص الباقي بقى انا كده على مهلي. تعالوا بينا بقى نعمل الخطوة التانية. هجيب بولة او طاسة او اي حاجة عندك في مطبخك هتستخدميها. اول حاجة هنزل كده اللبن، لو عايزة تزودي الكمية انت براحتك خالص. كل كوباية حليب عليها معلقة نشا، تمام، بسيطة خالص وسريعة. انزل كده النشا، 2 معلقة من النشا، بروحها كده على مهلك. انا عندي هنا الحليب دافي شوية، ممكن تعمليه ساقع بس هو دافي عشان يسهل معاكي وما يكلكعش منك كده. واحدة 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 كده مع بعض، سريع خالص وبسيط. مش بصي يعني في سريع جدا. احط كده بقى نسكافيه، ولازم يكون نسكافيه اللي هو السادة اللي معلوش اي حاجة. الباكو التاني، كل كوباية عليها باكو وعليها معلقة من النشا. لو عايزة تستبدليه بالدقيق انت براحتك خالص. هنزله كده، مفيش بقى ابسط من كده. يعني حلوة سريعة خالص وبسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت هتعمليها كده في دقايق معدودة. اقلب كده كويس خالص كده، احط سكر كده على حسب الرغبة، مش عايزاه مسكرة قوي، يدوب بس كده معلقتين بس كده، عشان انا عندي هنا لسه هحط الكريمة. اقلب كويس خالص كده كل المكونات، ويلا بينا بقى على على البوتاجاز نسويها مع بعض. هحطها كده على النار وافضل اقلب فيها كده مستمر عشان ما تكلكعش مني. حبايبي اللي لسه مكمل معايا ما ينساش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل فضلا وليس امرا، عشان انتوا بتنسوني في التعليقات وبتنسوني كمان في اللايك. افضل اقلب كده مستمر لغاية ما ابص الاقيها تجلست معايا وتقلب كده كده تبقى معايا جاهزه. افضل اقلب فيها كده
اول ما تبدأ تتقل كده هنزل عليها كده بالكريمة ومكعبين الزبدة، وهفضل اقلب فيها كويس خالص كده لغاية ما ايه، ما الزبدة تسيح والكريمة. شفتوا بقى سهلة خالص ازاي، وبسيطة خالص وسريعة ومش مكلفة. يعني الكمية دي هتعمل لنا 6 بولات ل6 افراد. شفتوا بقى ان هي سهلة ازاي وسريعة. خلاص كده مش مهلبية خالص يا جماعة، عشان ايه الناس اللي بتقول ايه دي بتعمل مهلبية، لا خالص طعمها مش مهلبية خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وتنول اعجاب. شايفين بقى عاملة ازاي كده، هقفل النار كده مباشرة. خلاص اول ما ايه، ما الزبدة تسيح معايا هقفل النار كده مباشرة. عندي هنا 6 بولات انزل عليها كده بسم الله على حسب الكمية بقى كده. شايفين جمالها حلو ازاي، ولما تسع كمان هتبقى طعمها احلى واحلى. هنزل كده كله الكمية كده، شايفين جمالها حلوة خالص وسريعة وبسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت ايه سريعة. قضت معايا هنا بالمصداقية 5 بولات، كوبايتين الحليب اعمل لي 5 بولات. انا معاكم اهو على الهوا عشان ايه نكون صادقين. اخر حاجة بقى كده احط بسكوت كده فوق الوش، هتديني برضو ايه شكل كده جميل، في نفس الوقت ايه طعمها هيبقى احلى واحلى بقى. يعني حاجة سريعة خالص وبسيطة، شايفين بقى جمالها، بسيطة خالص وسريعة. اعمل كده يعني شكل بقى كده، شكلي بقى انتي وبدعي مطبخك. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، شايفين جمالها حلو ازاي، جميلة خالص ومش مكلفة. لو عندك المكونات قوم اعمليها بسرعة لولادك وبسطي ولادك. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.